يا صباح النصر، امبارح قلناها والنهارده بنقولها كمان. النهارده الحقيقه احنا في غايه السعاده، وقلت لكم امبارح انا زملكاوي في مباراه الرجاء والزمالك، انا مصري وبالتالي هشجع كل ما هو مصري، ده كان كلام واضح جدا من امبارح. الزمالك وهو المطلوب اثباته. الزمالك لو طلع متعادل 0-0 كنا هنقول يا حلاوته يا جماله، ولو 1-1 كنا نقول يا حلاوته يا جماله، فبالك الزمالك طلع منتصر، طلع كسبان، طلع فايز من الرجاء بطل الدوري من 5 ايام. يبقى اما براوه اخر براوه واخر حلاوه على نادي الزمالك بالامس. تشكيله متوازنه جدا في غياب 2 من اهم اللاعبين، محمود علاء قلب الدفاع وفرجاني ساسي واحد من اهم نجوم نادي الزمالك، لكن عوضهم ببراعه محمد عبد الغني، ورغم ان الراجل فاجئنا كلنا باسلام جابر الا انه كان على المستوى. على فكره كمان حازم امام ملعبش، لكن الواد الصغير الجميل احمد عيد عمل مباراه ولا اروع. زمالك اللعب ابو جبل واحمد عيد والونش وعبد الغني وجمعه وطارق حامد واسلام جابر وزيزو زيزو زيزو زيزو، تفضل تقول زيزو للصبح، نجم الموسم في الزمالك بلا منازع. فاكر امبارح لما قلت لك ان بن شرقي مش هتلاقيه في ماتشات الدوري لكن هتلاقيه في المناسبات الكبيره، وفكرتك بالترجي في السيمي فاينل، بالترجي في السوبر، بالاهلي في السوبر، بالاهلي في الدوري، دايما دايما دور على بن شرقي وعلى زيزو، دول اهم حاجه في الزمالك هجوميا. طبعا هتكلم على الجبل ابو جبل، هتكلم على طارق حامد، هتكلم على عبد الله جمعه، هتكلم على الونش. الونش احسن مدافع في مصر، ما تقوليش وما تعدليش، الونش هو احسن سر دباك في مصر هذا الموسم. مستوى ايه واداء ايه وتميز ايه وروعه ايه وجمال ايه، حاجه رائعه، حاجه فوق الروعه الونش. لكن الزمالك امبارح عنده ميزه، عنده صلابه دفاعيه، عنده تمركز جيد، عنده اصرار غير عادي، عنده رغبه في الفوز، جاب جون جميل ومن بدري من الدقيقه 18 زيزو عملها ولا احلى، وبن شرقي في الفوق في السماء ولا اروع، والشبكه تحتضن ولا اجمل من كده. ابو جبل حدث ولا حرج، حدث ولا حرج على محمد ابو جبل. ايه الجمال ده؟ ثقه، اداء، قياده، طمانه، قوه جسمانيه، امتى يهدي اللعب؟ ابو جبل لما يقع امبارح شويه انا اعذره واقول له ماشي، مقبوله جدا في لقاء زي ده، لانه بيمتص حماس لاعبي نادي الرجاء اللي كانوا كويسين قوي في الشوط الثاني. لكن الزمالك عمل شويه حاجات جميله جدا، لعبوا على الارض في الشوط الاولاني كان مهم جدا، اداله افضليه، اداله قوه، اداله ثقه كمان، الهدف المبكر في الدقيقه 18 ثقه اكبر وثقه اكتر كمان، فرض اسلوبه وطريقته على فريق الرجاء، خوفهم، خلاهم خايفين وهم بيلعبوا قدام نادي الزمالك، وبالتالي الزمالك كانت له اليد العليا في المباراه. صحيح الرجاء حاول، وهنتكلم عن الرجاء، بس ندي للزمالك حقه، كومباكت، فرقه بتطلع وبترجع زي ما هي. الزمالك تخطى عقبة كارتيرون، لانه لما مدرب بيمشي في التوقيت ده ويجي مدرب تاني الكل يمسك قلبه بايده وبعدين هنعمل ايه، لكن اثبت الزمالك انه بالفعل مركز في هذا اللقاء. مفيش عوامل خارجية تؤثر على رغبة فريق في الفوز ببطولة، في الوصول للنهائي، في تخطي كل الصعاب، هو حلمه، هو مجد لكل اللاعبين. حدش يقول لك اصل خايفين على كذا وزعلانين من كذا، اللعيب انا بكلمك بحس اللعيب هنا، انا عايز اكسب، انا عايز افوز، انا بلعب لنادي الزمالك. لا نادي الزمالك ولا نادي الاهلي ولا الانديه الكبيره الشعبيه الجماهيريه دي امرها تكون ملك لحد، هي ملك لجمهورها، تاني هي ملك لجمهورها. اللعيب بيقعد ويمشي، رئيس النادي بيقعد ويمشي، مدير الكوره بيقعد ويمشي، مدير الفني بيقعد ويمشي، لكن يظل اسم النادي. الاهلي راسخ، الزمالك راسخ، فرقتين تعدى عمرهم 100 سنه بكتير، وبعد كده لازم يبقى لهم دور وقوه. فاللي عمله لعيبه الزمالك امبارح حاجه تشرف، حاجه تشرف من حيث القتال، الروح القتاليه، الاداء الرجولي، التمسك بالفوز، التمسك بالهدف، التمسك بالانتصار، عايزين نكسب. كل شويه يقول لك افتكر كسبانين 1، افتكر احنا في النهائي، افتكر احنا قربنا. ابو جبل وقيادته للفرقه لا عرضيات معديه ولا تسديدات معديه ولا ضربات راس معديه، الناحيه القتاليه الغير عاديه للديفنس كله، احمد عيد والونش وعبد الغني وعبد الله جمعه في وسط الملعب، قدامهم اسلام جابر مع طارق حامد، اشرف بن شرقي ويوسف اوباما وزيزو ومصطفى محمد،
الاتحاد، الراجل ما غيرش غير تغييره واحده في اخر خمس دقائق، يبقى معناها الزمالك جاهز بدنيا وجاهز فنيا، معناها ان الزمالك قدر المباراه بشكل كويس، معناها ان الزمالك استفاد زي ما استفاد الاهلي من بطوله الدوري العام، من استمرار بطوله الدوري العام، معناها ان الكل لازم يقول لي متشكرين متشكرين، وانت ليك نص مكافاه بطوله افريقيا ان شاء الله، هيبقى النهائي مصري خالص ما بين الاهلي والزمالك بامر الله. كان اصرارنا ان البطوله تستمر، كان اصرارنا ان الموسم يستمر. هنا نقول شابوه للدوله المصريه، شابوه لعمرو الجنايني، شابوه للجنه الخماسيه، لانه حاولهم بالاسم عمرو الجناني الرئيس المحترم لاتحاد الكره المصري، ودكتور جمال محمد علي نائب الرئيس، وكابتن محمد فضل، ودكتور احمد عبد الله، ودكتوره سهر عبد الحق، ناس ولا اجمل، ناس نحترمهم نقدرهم، صمموا على استئناف البطوله، صمموا ان البطوله تستكمل، كانش فيها مشكله مين يفوز ببطوله الدوري العام، لكن كان الاهم عندنا انه طرفي النهائي يكونوا مصريين، واحنا الحمد لله حاطين قدم، الاهلي وضع قدم والزمالك وضع قدم، بس مش قدمهم الاثنين ابدا. لا تامن مكر مباريات العوده، بقولها للاهلي قبل الزمالك وللزمالك قبل الاهلي. الاهلي عمل مباراه رائعه امام الوداد وفاز 2-0، والزمالك عمل مباراه رائعه امام الرجاء وكسب 1-0، والاثنين خارج ملعبهم، لكن اياك ان تامن غدر المباريات. الاهلي تعادل مع النجم في النجم 1-1، جه خسر في مصر 3-1، اوعوا تنسوا التاريخ ده. الزمالك في البطوله العربيه كسب الرجاء 2-0، جه خسر في القاهره 3-0، اوعى تنسى التاريخ ده. الاهلي تعادل في القاهره مع الترجي 1-1، راح كسبه هناك 2-1. الاهلي تعادل 1-1 مع الصفاقسي في مصر، راح كسبه هناك 2-1. فنخلي بالنا، وكل مباراه لها ظروفها. هم جايين بقى ما عندهمش حاجه يخسروها، لا الوداد ولا الرجاء، والفرقتين هتكتمل صفوفهم. الرجاء كان ينقصه 7 لاعبين، والوداد كان ينقصه 6 لاعبين، هتكتمل الصفوف. والاهلي والزمالك زي ما هم، يمكن احتمال محمود علاء يدخل وخلاص، قد يعني يعود فرجاني او لا يعود، لكنه بالتاكيد ما حدث من الزمالك بالامس يستحق كل التحيه.